أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، welcome back to a new lesson with English. أنا بكم بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Today, إن شاء الله, we'll talk about unit 3, lessons 3 and 4. هنتكلم عن الوحدة الرابعة، الدرس الثالث والرابع. Okay, under the title of We Are Using Technology. معناها نحن نستخدم التكنولوجيا. النهاردة إيه أهدافنا وإيه اللي هنلاقيه نحاول نغطيه إن شاء الله. Today إن شاء الله we'll cover we'll read a conversations about a family. هنقرأ conversations عن العائلة. What else كمان؟ We will form questions using the present continuous. هنكون إزاي نعرف نكون سؤال عن المضارع المستمر. إيه كمان يا مستر؟ We will read an article about two bloggers. هنتكلم عن هنقرا مقال عن مدونتين أو مدونين على الإنترنت. وآخر حاجة عندنا complete a table، هنكمل جدول. وكل ده بيغطي the present continuous tense اللي هو الزمن المضارع المستمر. So if you have a problem with the present continuous tense, you have to concentrate and be ready with us. لو عندك أي مشكلة بالنسبة للمضارع المستمر، يبقى لازم تكون جاهز ومستعد ومركز معنا. نقول بسم الله، وأول حاجة we will read a conversation. طبعاً إحنا متعودين ما بنقراش بس، إحنا بنقرأ وبنستمع. We will read the conversations and answer the questions. البداية ما بين راندا and شريفة. فراندا تقول لها هاي شريفة، it's راندا، ازيك يا شريفة؟ أنا راندا. فقالت لها اوه هلو راندا، ازيك يا راندا؟ Where are you؟ أنت فين؟ Are you at home؟ هل أنت في المنزل؟ فقالت لها yes، and Uncle Yasir is here with our cousins Hannah, Reem and Samira. معناها أيوة أنا في المنزل ومعانا عمي ياسر وولاد عمي مين؟ هانا وريم ومين وسميرة. وقالت what is mom doing؟ هنا هنركز في في استخدام الـ present continuous in forming a questions، في تكوين السؤال، في بعد الاستفهام verb to be، بعد كده subject، بعد كده الفعل في IE NG. بعد كده بيقول she is looking at a website. يبقى هنا كده she و is والفعل في ING. She wants to make a cake. هي تريد أن تعمل كيك. هنكمل الديالوج. يبقى هنا كده يا جماعة برضو بدل لما قال she is making a cake، فقال يم mom makes the best cake، أم تعمل أحسن كيكة. Is she using a tablet؟ هل هي بتستخدم التابلت؟ يبقى هنا كده جاب الverb to be والفاعل والفعل في ING. When you want to form a question in the present continuous، لما تحب تكون سؤال في المضارع المستمر. والإجابة هنا تبقى yes أو no. فقال هنا no she isn't، she is using the laptop. لا ما تستخدمش التابلت، دي بتستخدم اللابتوب. Uncle Yasir is using the tablet. عم ياسر بيستخدم التابلت. He is writing an email. هو يكتب email. هنا كل الجمل يا جماعه عباره عن verb to be، بعد كده الفعل في ING. وطبعا الverb to be عندك في المضارع يا am يا is يا are. فهنا قال ياسر is using the tablet. ياسر يستخدم التابلت. يبقى هنا كده ياسر فاعل هو، subject singular subject فاعل مفرد، بعد كده جايب لي الverb to be والفعل في ING. بعد كده بنكمل الجمله عادي، نكمل الدايلوج بتاعنا. هو قال هنا كده بتقول شريفة إن mom makes the best cake، mom تعمل أفضل كيكة. Is she using the tablet؟ هل هي تستخدم التابلت؟ فرندا قالت no she isn't، she is using the laptop. Uncle Yasir is using the tablet. لا هي ما بتستخدمش التابلت، هي بتستخدم اللابتوب. وأنكل ياسر هو اللي بيستخدم التابلت. He is writing an email. شريفة بتقول is grandmother watching TV؟ هل جدتي تشاهد التلفزيون؟ قالت يا شي اس. يبقى خلينا ناخد بالنا يا جماعه، ده يكون السؤال في المضارع المستمر، بجيب الفيرب تو بي وبعد كده السي السبجكت الفاعل وبعد كده الفعل في اي ان جي اللي هو الجيرند. والاجابه اما تبقى يس، وهنا في مره قلنا نو. بعد كده قال وات ار هانا اند سميرا دوينج؟ ماذا تفعل
يفعل ايه؟ تفعل انا وايه وسميره. تعالوا نشوف هو بيعملوا ايه. يبقى هنا كده لما ايه شريفه سالت سؤال وقالت وات ار ولا ان سميره دوينج، فرندا قالت لها ذي ار تيكينج سولفز ان ذا جاردن، ياخدوا صور ايه؟ شخصيه في الايه في الجاردن. Then again, they are always taking solves. هم دائما بياخدوا ايه؟ صور ايه؟ شخصيه. I know Reem isn't taking a solve. فهيت انا عارف ريم ما بتاخدش ايه؟ solve. She is listening to music on her MP3 player. هي تستمع لايه؟ الموسيقى في ايه؟ في مشغل الموسيقى. She is a good dancer. هي راقصه جيده. What are you doing, Rhonda? I am talking to you. ماذا تفعلين يا راندا؟ قالت لها انا اتحدث اليك. فقالت لها اوه يس. يبقى هنا كده يا جماعه في الديالوج ده جاب لي كل انواع او اشكال البريزنت كونتينيوس. جاب لي الفاعل اي، جاب معاها الفيرب تو بي ام، بعد كده الفعل في اي اي ان جي. جاب الفاعل هنا جمع ذي، جاب فيرب تو بي ار والفعل في اي اي ان جي. سأل سؤال بالverb to be زي ما شفنا قبل كده is she أو is here أو are they، وكنا بنجاوب ب yes أو إيه أو no. هنا بياخدنا الإيه بقى؟ بياخدنا يقول لي خلي بالك remember the present continuous، افتكر أو تذكر زمن المضارع الإيه المستمر. من المضارع المستمر؟ تعال نشوف عندنا ثلاث جمل. I am talking to you. I am talking to you ده اللي قالتها رندا، قالتها لشريفة. وقالت grandmother is watching TV. وقالت علا ان سميره are taking solves. يبقى هنا كده هو الفعل I بناخد am والفعل بيكون في ing. الفعل هنا هو singular subject بناخد verb to be is والفعل في ing. لو الفعل عندي هنا جمع زي علا ان سميره يبقى بناخد are والفعل في ing. وبنقول يا جماعه ونلخصهم وبنقول الكلام ده احنا قلناه قبل كده ان المضارع بيستمر بيكون من ام او از او ار والفعل بيكون فيه اي اي ان جي اللي هو الجيراند. طيب لما نرجع بقى للايه للدايلوج بتاعنا وات ار ذا فاميلي دوينج، ماذا تفعل الايه العائله؟ مام بتعمل ايه؟ مام از لوكينج ات ويب سايت، كانت بتبص على ايه؟ على موقع الانترنت. طيب grandmother grandmother كانت بتعمل ايه؟ she is watching a TV، كانت بتشاهد التلفزيون. طب علا ان سميره they are taking selfies، كانوا بياخذوا صور ايه؟ شخصيه. طيب بيتكلم عن مين بقى؟ ريم is listening to music، تستمع للموسيقى. واخر واحد uncle ياسر using the tablet he is writing an email. يبقى كده يا جماعه كل الجمل اللي عندنا دي عباره عن verb to be والفعل في ing. الverb to be حسب الفاعل، الفاعل عندي لو جمع زي علا ان سميره كده بناخد ار، الفاعل مفرد زي مام او grandmother او ريم او انكل ياسر بناخد verb to be is، ولو اي زي ما قالت I am talking to you. يبقى هنا كده يا جماعه قدرنا نراجع على زمن المضارع المستمر وبرده في الديالوج بيكلمني عن الايه؟ عن النيجاتيف والايه؟ والكويستشنز. وهنا بيقول لي برضو عندي وي هاف هنا 3 بيكتشرز، عندي ثلاث صور نحاول نوصفها. يقول هالا از يوزنج هير موبايل فون تو سيند ا تكست مسج. هالا از يوزنج هير موبايل فون تو سيند ا تكست مسج. اني واحده فيهم هالا؟ هل هي دي بتكتب رساله؟ لا. برضه لا، يبقى هنا دي ممكن تكون هالة بس عايزين نتأكد برضه. ليلى isn't using a mobile phone, she is using a tablet. واحدة فيهم ما بتستخدمش الموبايل، دي بتستخدم الإيه؟ التابلت. والثالثة منى is smiling at her phone, she is taking a selfie. وهي تبتسم لموبايلها، هي تلتقط صورة إيه؟ شخصية. عاوزين نعرف أي واحدة فيهم هالة. هالة is using her mobile phone to send a text message. فين هالة يا جماعة اللي بتكتب صيه رسالة؟ الصورة الثالثة يا مستر. برافو عليكم. ليلى isn't using a mobile phone. ليلى لا تستخدم الايه؟ التليفون. She is using a tablet. لا ده أنا عندي الصورة الثانية دي موبايل ايفون ودي موبايل فون. ودي هنا تابلت واضحة خالص اهو. يبقى ليلى picture ايه؟ منى is listening at her phone. She is taking a selfie.
she has a big smile and that is معريضة هي وبص للتليفون والفلاش طالع من الموبايل يبقى دي she is taking a selfie يبقى دي ايه منى. وناخد بالنا يا جماعة بيكلمني هنا برضو عن المضارع المستمر الفاعل مفرد هاله هو وجايب لي verb a to be والفعل في ing. هنا الفاعل مفرد بس بيتكلم عن نفي isn't using يبقى بستخدم النفي بإضافة not للايه للverb to be والفعل بيفضل زي ما هو في ing. She isn't ليلى isn't using a mobile phone ليلى لا تستخدم التليفون المحمول. She is using a tablet هي بتستخدم الايه التابلت. منى is smiling at her phone منى بتبتسم في تليفونها. She is taking a selfie. ناخد برضو بعض الصور عاوزين نعرف اني واحدة فيهم سوا. سوا is making a video call ما بتعملش مكالمة ايه فيديو. But she is talking to her friend لكنها تتحدث مع ايه صديقتها. أميرة isn't using any technology أميرة لا تستخدم أي تكنولوجيا. فاطمة has got curly hair she is writing. تعال نشوف سهى هل بيقول سهى isn't making a video call. خلي بالكم برضو استخدم النفي باستخدام not بعد الverb a to b. بيقول لا تعمل مكالمة فيديو she is talking to her friend هي تتحدث مع صديقتها. دي الصورة الثالثة مستر هو التليفون على ودنها وبتتكلم يبقى دي صح. طيب أميرة isn't using any technology لا تستخدم أي تكنولوجيا. إحنا الصورة الأولانية في موبايل فون it's a form of technology نوع من أنواع التكنولوجيا. الصورة الثالثة وفي الصورة الأولى she is writing in her lap tablet بتكتب لإيه على التابلت بتاعتها ماشي it's a kind of technology or a form of technology لكن في الصورة الثانية بتقرأ كتاب it isn't a technology يبقى دي أميرة. كده فاطمة معنا فاطمة has got curly hair فعلا شعرها مجعد هو she is writing وبتكتب على الايه على التابلت بتاعها. يبقى كده يا جماعة الجزئية دي الهدف منها انه يقول للمضارع المستمر بن فيه بإضافة not للفعل الايه المساعد. وبرضه جايبها لي هنا بيقول لي the present continuous negative اللي هو المضارع المستمر النفي بتاعه. I am not using the tablet. هنا جايب لي مع I خدت am بيقول لي بن فيها not ممكن اختصرها اقول am not. وبعد كده الفعل في ing زي ما هو بعد النفي. بعض الطلبة بتقول لي لا بتجيب الفعل في البيس فورم لا 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 الكلام ده مش هنا خالص. He isn't use writing an email هو لا يكتب ايه email. You aren't watching TV we aren't running. يبقى هنا كده يا جماعة am و is و are بضيه بن فيهم بإضافة not الverb to be اللي هو ايه am او is او ايه او are. ممكن اقول I am using the tablet لما احب بن فيها اقول ايه I am not using the tablet انا لا استخدم الايه التابلت. في الجملة المثبتة العادية هقول he is writing an email. جملة النفي هقول he is writing an email هو لا يستخدم الايه الايميل. في الجملة المثبتة العادية هقول you are watching TV لما اجي فيها اقول you aren't watching TV. We are running او we aren't running. In brief باختصار شديد when you want to form a negative sentence in the present continuous لما تحب تكون جملة منفية في زمن المضارع المستمر we add not to the verb to be نضيف not للverb to be. وبيقول لي بقى the present continuous questions اللي هو تكوين السؤال في المضارع المستمر بنعمله ازاي او بنكونه ازاي يا مستر. تكوين السؤال في المضارع المستمر بجيب الverb to be الأول بعد كده الفاعل والفعل في ing. طبعا الverb to be حسب الفاعل الفاعل هنا عندي you we they or any plural subject أو أي فاعل جام يبقى استخدم الverb to be a are وكده كده الفعل في a ing. Are you using the tablet اللي جاب هنا yes I am no I am not وناخد بالنا ان are you بنحولها ل a ل I am. طبعا دي حاجات سهلة خالص. Is he writing an email? هل هو يكتب ايميل؟
يبقى جاب له verb to be الاول، بعد كده الفاعل، جاب لي هنا is ليه؟ عشان الفاعل هنا singular subject he او she او it او مصطفى او علي او فاطمه. any singular subject هتاخد ايه؟ is. وكده كده الفعل فيه اي ان جي، والاجابه هنقول yes he is او no he isn't. مع بعض، what are you doing؟ ماذا تفعلون؟ what is he or she writing؟ هنا كده يا جماعه تكوين السؤال باداه استفهام، بجيب الايه؟ اداه الاستفهام اللي هي what او where او when او why، بعد كده الverb to be، وبعد كده الفاعل، طبعا are مع you او we او they، وis مع he او she او it، وكده كده الفعل فيه i e n g. هناخد دريل بسيط كده، بيقول لي بقى reorder the words to make questions. أعد كتابة الكلمات كي تكون إيه؟ سؤال. جيب لي sitting is teacher you down. طبعا احنا عارفين في تكوين السؤال ببدأ بالverb to be، مفيش عندي استفهام، يبقى أقول إيه؟ is your teacher. your teacher ده اللي هو الإيه؟ الفاعل. وsitting اللي هو الفعل عند المين فيرب في ing وباقي الايه الجمله. يبقى كده بدانا بالverb to be، بعد كده سي السبجكت، بعد كده المين فيرب عندي اللي هو في ing لان احنا بنتكلم عن المضارع المستمر، وعندي فيرب ايه؟ to be. نمبر 2 working are students class the in your. طبعا في تكوين السؤال بيبدا بالverb to be are، فين الفاعل؟ you are the students ادي الفاعل، working ادي الفاعل، in your class هل الطلاب يعملون في الايه؟ في الفصل. يبقى نقول are the students in your class working او are the students working in your class، دي صح ودي صح. يبقى اهم حاجه نبدا بالverb to be، وبعد كده السبجكت الفاعل، وبعد كده الفعل في اي اي ان جي. نمبر 3 بيقول لي يو ا يوزنج ار تابلت. طبعا الverb to be هنا كلمه ايه؟ ار، وبعد كده الفاعل يو، بعد كده المين فيرب يوزنج، بعد كده المفعول اللي هو تابلت اللي هي بقت الايه الجمله. يبقى عاوز تقول يا مستر ان هي هتبقى Are you using a tablet؟ هل أنت تستخدم الإيه؟ التابلت. Number 4 writing you an our email. طبعا verb to be are، والفاعل هنا you، والفعل هنا writing، والإيه مفعول an email. يبقى عاوز تقول يا مصر نية Are you writing an email؟ أيوة تمام، Are you writing an email؟ يبقى هنا كده في الدريل ده عرفنا ان المضارع المستمر بيكون السؤال عنده باستخدام verb to be والفاعل، والفعل فيه ing. نكمل مع بعضينا، بيقول لي we have two blog posts about two different points. عندنا اثنين blog posts مدونتين عن two different points، عن ولدين مختلفين. من هم الولدين دول؟ الولدين وائل he is age 12 عمره 12 سنة، ومازن عمره كام؟ 13 سنة. هنبص كده للصورتين، وائل هنا حط الهيدفونز وبص ات ايه اللابتوب، وايه ومازن he is using ايه his mobile phone وبيستخدم التليفون ايه بتاعه. هنكمل، وطبعا شايفين هنا flowers in the garden وحاجات زي كده، حاجة بتتكلم على الطبيعة. فعاوزين نسأل بعض الأسئلة كده قبل ما نخش على إيه المدونة بتاعت وائل والمدونة بتاعت مازن. فبيقول له who has got a laptop؟ من الصورتين كده، من الذي لديه لابتوب؟ طبعا وائل. طيب لما يقول لي what are they doing؟ هما بيعملوا إيه؟ وائل بيعمل إيه؟ وائل is using his laptop. طيب ومازن؟ he is taking photos of a flower. He is taking a photo of a flower. هو يلتقط صورة إيه؟ لوردة أو زهرة. وسؤال مهم جدا، are they similar or different؟ هل هم متشابهين ولا مختلفين؟ وليه they are different؟ ليه بقى؟ عشان نعرف ليه لازم نقرأ المدونة بتاعت وائل
ونشوف هو بيحب ايه ومهتم بايه وبيستخدم ايه، ومازن هو بيحب ايه ومهتم بايه وبيستخدم ايه. وقال بيقول I love technology, my favorite hobby is playing video games. انا بحب التكنولوجيا وهوايتي المفضلة ألعاب الفيديو. I usually play them on my laptop, but sometimes I play them on my mobile phone. معناها أنا عادة بلعب ألعاب الفيديو على اللابتوب، لكن أحيانا بلعبه على التليفون المحمول. Can you guess my favorite lesson at school? يبقى أنت كده تقدر تخمن إيه هي مادتي الدراسية المفضلة في المدرسة. طبعا بيحب التكنولوجي، يبقى it's computer studies، يبقى إنها دراسات الحاسب. At break بيعمل إيه بقى؟ And in lunch time وفي وقت الفراغ I stay in the classroom and look at video games. أنا بفضل في الفصل وببص على ألعاب الفيديو game websites on my phone على تليفوني. تعال نشوف بعض الأسئلة على الأخ وائل. بيقول له how old is وائل؟ نحن قلنا إيه بقى؟ He is 12. He is 12 years old. سؤال تاني بيقول what is his favorite hobby? His favorite hobby is playing video games. He likes playing video games. What is his favorite lesson? مادة الدراسية المفضلة إيه؟ قلنا computer studies اللي هي دراسات الحاسب. What does he do at break? ماذا يفعل في الإيه في الفصل؟ هنقول he looks at video games websites on his phone in his class. هو بيطل على إيه أو بيبص على إيه؟ على ألعاب إيه الفيديو في الويب سايتس في صفحات الإنترنت في الموبايل فون in his class. ده الكلام إمتى بقى؟ at break. بعد كده هنتكلم عن مين بقى؟ عن مازن. الأخ مازن عمره كام؟ 13 years. مازن ده راجل بيحب الطبيعة، بيقول I love nature. I like walking and watching the trees. أنا بحب المشي ومشاهدة الأشجار والحيوانات والزهور والإنسكتس والحشرات all around us التي من حولنا. بيقول I don't like being in the house. ما بحبش أفضل في البيت. I like being in the garden and looking at the sky. بحب أقعد في حديقة المنزل وأبص للسماء. رجل بيحب الطبيعة. At school في المدرسة I always go outside at break. دائما في الفسحة بطلع للخارج. I go when it's very hot or cold. أنا بطلع سواء كان برد أو حر بيهموش. I have got a mobile phone. أنا عندي تليفون إيه محمول. I don't send text messages. أنا لا أرسل رسائل نصية or make video calls أو أقيم أو أجري مكالمة فيديو on my phone. ماذا تعمل يا عم مازن؟ I take photos of flowers. الرجل بيحب الطبيعة. تعال نشوف الأسئلة اللي على مازن. بيقول لي أول سؤال How old is مازن؟ قلناها مستر 13. What doesn't he like؟ ما الذي لا يحبه إيه مازن؟ He doesn't like being in the house. هو ما بيحبش يكون في المنزل. سؤال بعد كده. Where does he go at break? At break he go out. He takes photos of flowers in the garden. يبقى he always goes out. يذهب دايما للخارج. سؤال بعد كده. What is his favorite hobby? هوايته المفضلة إيه هي؟ هوايته المفضلة walking. He likes walking or watching the trees, animals, flowers, and insects. هو بيحب المشي ومشاهدة الأشجار والحيوانات والزهور والحشرات. أي حاجة متعلقة بالطبيعة الأخ مازن مغرم بيها. حب الطبيعة دي حاجة كويسة جدا. What does he do on his mobile phone? ما الذي بيفعله في التليفون؟ قال I don't make video calls. ماشي I don't send text message. أنا لا أقوم لا أجري مكالمات فيديو ولا أرسل رسائل نصية. أمال بيقول إيه؟ I always take photos of flowers. He takes photos of of flowers. يلتقط صور لمين؟ للأزهار. يبقى كده Are they similar? No, they aren't similar. They are different. ليه بقى؟ وائل likes the nature. مازن sorry وائل likes technology. مازن likes nature. Okay. واللي بعد كده look at the pictures. Complete the text with the words in the box.
بصر الصور واكمل النص باستخدام الايه الكلمات. طيب تعالوا نشوف الصوره اللي موجوده عندي. they are all the people in the garden. نحاول نخمن كده مع بعض. there is a girl is sitting under a tree. في بنت قاعده تحت الشجره. there is a boy or a man flying a kite. there are two boys playing tennis and there is a woman taking a photo. يبقى هنا في حد ايه قاعد تحت الشجره واللي بيلعب تنس واللي بيطير طياره ورقيه واللي بيلتقط صوره بالاي بالفون. تعالوا نشوف الايه النص. What are they doing؟ اللي احنا قلناها. تعالوا نشوف بقى. In this photo there is a big knot. There is a big ايه يا جماعه؟ ايه اللي موجود هنا كبير؟ There is a big ايه؟ there ولا playing ولا are ولا flying ولا sitting ولا not ولا park. There is a big ايه؟ There is a big park. توجد ايه؟ منتزهة كبيرة. يبقى أول حاجة هتبقى ايه؟ park. There is peace, lots of flowers and insects. يقول لي lots of flowers. ده اسم جمع. And insects وكمان and insects جمع كمان. يبقى there is ولا there are ولا ايه يا مستر؟ طبعا there are. يبقى there are lots of flowers and insects and what is a big. A big tree. And بقى نقط is a big tree. And there is there is a mister. ما ينفعش اقول playing is ولا flying is ولا sitting is. لا and there is a big tree. A girl is not under the tree. البنت عامله ايه تحت الشجره؟ is a mister is sitting. Her mother is not her mother is taking a photo of her. أمها بتلتقط صور إيه ليها. Your father is not sitting under the tree. His father تبقى إيه؟ is not. أبوه هو يا جماعة هو قاعد؟ لا يبقى isn't sitting under the tree. He is not a kite. He is a flying a kite. The girl's brothers أخوان أخوات البنت مالهم are playing tennis بيلعبوا الإيه التنس. التكست ده الهدف منه يا جماعه ان هو بيقول لي خلي بالك احنا هنا بنراجع وبناكد على زمن المضارع المستمر اللي هو بيتكون من الفاعل a girl is sitting بعد كده الفيرب تو بي وبعد كده الفعل في اي ان جي. وفي جمله النفي بضيف not بعد ايه؟ بعد الفيرب تو بي. Her father isn't sitting under the tree. He is flying a kite. يبقى هنا كده الدليل ده بياكد لي على ان زمن المضارع المستمر بيتكون من الفاعل اللي هو ممكن يكون plural subject او singular subject، ممكن يكون فاعل مفرد وممكن يكون فاعل جمع، وفي الحاله دي بجيب verb to be am او is او are وبعد كده الفعل في ing. وبيقول لي ان احنا بننفي باضافه not بعد am او is او ايه او are. وكون السؤال باستخدام الverb ايه؟ الاوبزرف verb اللي هو الverb to be وبعد كده singular subject او plural subject وبعد كده الجيرند اللي هو الفعل في اي اي ان جي. وبكده نكون خلصنا درسنا اللذيذ الجميل النهارده. وعملنا ايه النهارده؟ النهارده وي ريد ا كونفرسيشنز اباوت فاميلي. كله كان بيتكلم على بريزنت كونتينيوس. فورم كويستشنز يوزنج بريزنت كونتينيوس. استخدمنا او عرفنا ازاي نكون اسئله باستخدام المضارع المستمر. ازاي؟ باضافه ايه؟ بالتمرين بتاع ري اوردر the words اللي هو ترتيب الكلمات. We read an article احنا ايه قرأنا ايه؟ article about two bloggers ايه مقال عن مدونين اللي هو وائل ومين ومازن. We في الاخر we complete the text وكملنا الايه التكست. واشوفكم ان شاء الله في درس تاني. كان معكم مستر مصطفى عبد الرؤوف. Goodbye and see you later.